سابق كابتن ياسر، مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير يا كابتن تحياتي فاروق. ليك يا كابتن. يمكن كابتن شريف لسه بيجيب سيره الكوره، ضربه الجزاء بنادي النادي الاهلي، ولكن احنا عندنا بعض الحالات ومجهزه لبعض الحالات لحضرتك نقدر نتكلم فيها، ولكن خلينا نبتدي بضربه الجزاء كابتن ياسر وصحتها. يعني كابتن طارق في المؤتمر الصحفي، كابتن طارق هاشم مدير فني لفريق وادي دجله، اتكلم وقال انها بالنسبه له ان ضربه الجزاء مش صحيحه، ولكن هي واضحه. معرفش حضرتك تقدر تتكلم عليها اكتر مننا او احسن مننا يعني. تمام. الاول بس قبل ما نبدا في الحالات بقى او نبدا في ضربه الجزاء، الاول تحياتي للكابتن شريف وتحياتي للكابتن ربيع. شكرا كابتن ياسر. شكرا كابتن. بالنسبه لركله الجزاء اللي حسبها الحانه النهارده، تمام، يعني الصوره هتبقى قدامنا، هنلاقي ان الكوره في مجال تنافس ما بين مدافع ومهاجم. بس نرجع سنه ونقف، الكوره في مجال تنافس ما بين المهاجم والمدافع، مين اللي لمس الاول، مين اللي لحق الاول؟ المهاجم. بعد ما لعبها الراجل اخذ رجله، فبالتالي طبعا دي عرقله او ده نوع من انواع الاهمال. ركله الجزاء سليمه، واتفق مع الحنفي فيها، واتفق ان هي تكون انذار. طيب ركله الجزاء سليمه، ما فيهاش اي كلام. سليمه وانذار يا كابتن بالنسبه لل لا ما فيهاش انذار، لا لا لا، هي المخالفه ارتكبت باهمال، فبالتالي ما فيهاش انذار، وهي اللعبه واضحه قدامنا. هنلاقي ان اظهره سبق ولعب الكره الاول، وبعدين المدافع اخذ رجليه، فبالتالي طبعا العرقله موجوده. طب يعني انت خلاص كابتن، احنا بس عشان نتفق، عشان كابتن طارق نبقى جزئيه المؤتمر الصحفي، هي ضرب جزاء صحيحه، كابتن ياسر بيتكلم انها ضرب جزاء صحيحه من ضرب جزاء صحيحه طبعا. طيب في حالات اخرى معانا كابتن مع حضرتك، ايه على الشاشه لو انت معانا؟ انا معاك طبعا. اتفضل يا كابتن. دي حاله تسلل عند المساعد رقم واحد اللي هو هاني عبد الفتاح، وهو على فكره دخل القائمه الدوليه 2018. لا نشوفها بقى من الاعاده اللي هي في الاعاده الجانبيه اللي هي بتاعت التسلل، عشان بس نقدر نحكم لحظه خروج الكوره اذا كان هو فقط تسلل وفعلا يعاقب ولا لا. هي معاك يا كابتن، هنجيب العاده بعد. ماشي يا كابتن. طبعا انت عارف ان التسللات بالذات اللي بيظهرها الزاويه الجانبيه او الكاميرا الجانبيه. صحيح. انما من الكادر ده ما اقدرش نحكم عليها اذا كان سيء ولا لا. طب هي كانت معاك يا كابتن من الزاويه الجانبيه، معرفش. لحظه اللمس. لا لحظه اللمس ونقف. لحظه اللمس ونقف ونشوف هل مهاجم الاهلي كان في موقف تسلل ولا لا. هي مش واضحه برضه يا كابتن مازال. هي معايا. ارجع تاني يا بيبو، بس ارجع تاني. احنا عايزين الزاويه الجانبيه، عايزين الزاويه الجانبيه. هي دي يا كابتن اللي معانا، الزاويه الجانبيه. لا ايوه هي دي. لا ارجع بقى، الكوره في رجله، ارجع الكوره في رجله بالظبط كده. دي لحظه لمس الكوره، هنلاقي ان مهاجم الاهلي اقرب للخط الغامق. لو انت شايف متابع معايا يا فاروق، تمام، هتلاقيه سابق بخطوه. لا نرجع الكوره في رجله ونقف بس بالظبط كده، هتلاقي ان مهاجم الاهلي سابق بجزء كده من القدم، فبالتالي هو موقف تسلل. نكمل بقى الكرة ونشوف هتروح له ولا لا، نكمل ونمشي باللعب عادي. هتلاقي ان الكرة هتروح له وهيستلمها، فبالتالي طبعا يعاقب بالتسلل. التسلل سليم وقرارها على فتح سليم في اللعبة. تمام. في حالة تانية معانا كابتن. اتفضل يا كابتن. هي امام حضرتك. اتفضل يا كابتن. معاك يا فاروق. دي غالبا بتاعت مؤمن. هنشوفها كده برضو واتاكد منها. بس الحالات دي يا كابتن انت اخترتها بنفسك. دي حاله بص، دي حاله استمرار، دي حاله استمرار عند المساعد رقم واحد برضو هنا على الفتاح. دي برضو ايه، احنا دايما بنركز مع المساعدين على التسللات اللي هو بيرفع عليها، انما دي هو امر باستمرار اللعب. وهتلاقي الصعوبه يا فاروق ان بص، ان المهاجم والمدافع اللي هو البعيد اللي هو عند الباك رايت على خط واحد تقريبا. لا نرجع من الزاويه الجانبيه، هي دي اللي بتبين التسللات من عدمها بالظبط. دي لحظه اللمس، هتلاقي مهاجم الاهلي على خط واحد مع المدافع اللي هو ناحيه الرايد، فبالتالي القرار برضه باستمرار اللعب قرار سليم عند هاني عبد الفتاح. ودي برضه بتبقى حالات من حالات التميز عند المساعد اللي احنا مش بنركز عليها كتير، يعني احنا دايما يا فاروق بنركز على ايه؟ ان الراجل رفع التسلل والتسلل سليم ولا لا. حالات الاستمرار برضه دي من ضمن التقييم بتاعت المساعدين. تمام. برضه قراره باستمرار اللعب قرار سليم. تمام. دي حاله اخرى كابتن مع حضرتك لمؤمن. ايوه. تدخل عنيف. ده تدخل من المدافع. والحنفي هنا اشار بالمخالفه ان في دخول او في نوع من انواع الاهمال او التهور. احنا عايزين نحدده، هل هو اهمال ولا هو تهور؟ وهل الفاول بس كفايه ولا يستوجب معاه كمان بطاقه صفر؟ هنشوف الاعاده عشان نتاكد. لا نرجع بس عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا. اعتقد طبعا ان مؤمن سبق، هي كان هو حبان بالظبط كده، مؤمن سبق ولعب الكوره،
دخول اللاعب يعني برضو هنقول ان هو اقصى درجات الاهمال، يعني هو ما ارتقاش للتهور. برضو هتفق مع الحنفي ان هو المخالفه بس اللي تتحسب وما فيهاش انذار. تمام يا كابتن. الحلقه الثانيه لو معانا يا شباب بعد اذنكم. طيب ما زلنا في الحلقه دي كابتن، معانا الحلقه الثانيه. معاك يا كابتن، اتفضل. معاك يا كابتن، اتفضل يا كابتن. هي نفس الحاجه، نروح للحلقه بعد كده. هي موجوده مع حضرتك كابتن. تمام. ده بالنسبه لدجله دي، هي دي الحلقه يا جماعه اللي كابتن ياسر اختارها بالنسبه لدجله. طيب لا دي مش دي حاجه خالص. مش دي يا شباب، مش دي. ده الكلام دي هجمه عاديه لدجله، ما فيهاش مخالفه والكره اتقطعت من شريف اشرف، ما فيهاش حاجه يعني. هو الحاله ان الشناوي كان هايل فيها بس، ولا فيها ايمن اشرف. لا دي مناسبه عاديه، ما فيهاش ولا دفع ولا فيها اي حاجه. تمام يا كابتن، دي برضو حالات لدجله طبعا. ده لسه مع حضرتك كابتن، ما اعرفش الحاله دي فاول بيطلعوا اللعيبه بالكرة عشان لاعب وادي دجله، ما فيهاش مشكله برضو يعني. برضو انا مش شايف في الارض الحال. تمام يا كابتن. طيب يعني بالنسبه كابتن لغايه لما الكره تيجي بالنسبه هي دي يا كابتن اخترتها. هو هنا بص يا فاروق، هو هنا حال الدخول برضو من احمد الشيخ، تمام، وبرضو الحنفي احتسب الفاول، برضو هي تهور اهمال، برضو فكره التهور يعني مخالفه بس اللي اتحسب. دي حاله مهمه يعني. دي فيها السقوط بتاع احمد الشيخ. طب لا احنا رجعنا بس للكره دي كابتن، ودي كره ضربه الجزاء لاحمد الشيخ. تمام يا كابتن، الكره دي مع ضربه الجزاء. انت قلت ليه ضربه جزاء؟ احنا لسه هنشوف ضربه جزاء ولا لا. هي حاله سقوط الاول لاحمد الشيخ، تمام، بس عايزين نقف بس وهو احمد الشيخ بيقف من الكادر ده يعني. في البدايه عايزين الكادر ده ونشوف احمد الشيخ وهو بيقع. لا الكادر المفتوح يا ريت. طيب هاتها لو تيجي من الكاميرا اللي ورا بيبو، لو عندك الاعاده اهي مع حضرتك الكاميرا من ورا يا كابتن. نعم، كاميرا من خلف المرمى مع حضرتك. الكاميرا دي تبين لك اكتر في اعاده ثانيه. ايوه هي الكاميرا دي. هنلاقي ان الشيخ داخل وماسك كوره وبيعدي بيها. احمد الشيخ نجح ان هو يعدي الكوره، وبعد كده هنشوف هل في التحام ولا مفيش التحام. اعتقد ان رجل المدافع ما وصلتلوش خالص لسه وسبت، وبعدين بدا احمد الشيخ هو اللي يقع. بص يا فاروق، اللعبه دي حتى بص ثانيه رجله، يعني انا اميل في العاب زي دي، تمام، ان هي اقرب الى التحايل. ولكن ممكن يكون محمد الحنفي قدر ان السقوط ده نتيجه عدم اتزان، فامر باستمرار اللعب وما اداش تحايل على احمد الشيخ. انا بس عايز ارجع لحاجه مهمه احنا شغالين بيها بقالنا فتره، وهي الحكم الاضافي. صحيح، الحكم الاضافي مكانه هيبان من الكادر الرئيسي او من الكاميرا الرئيسيه، هو جنب الكوره بالظبط كده، وزاويته مفتوحه وما فيهاش اعاقه وما فيهاش اي حد يحجب عنه الرؤيه. فبالتالي برضه قرار باستمرار اللعب من وجهه نظر الحنفي ماشي، ولكن من وجهه نظري انا كان ممكن يدي فيها انذار للتحكيم. طيب كابتن، تقييمك للتحكيم النهارده يا كابتن، تديله كام من 10 وللطاقم كله يا كابتن؟ بص يا فاروق، طبعا هو الطاقم اعتقد ان هو نجح ان هو يدير مباراه، سواء محمد الحنفي او هاني عبد الفتاح او يوسف البساطي او صباحي وعبد العزيز واشرف معاهم رابع. دايما المفروض بنقول ان في عوامل كتير للنجاح، ومش هننسبها كلها للحكم ولا للمساعدين. لازم برضو نحط في اعتبارنا تجاوب اللاعبين معاه والتزامهم بقراراته واقتناعهم بقراراته. ده مهم، ده بيساعد طاقم الحكام. نفس الوضع الاجهزه، احنا النهارده يمكن ما لقيناش اي اعتراض تقريبا من الاجهزه يذكر. خبرات الحنفي اعتقد ان هي لحد كبير هي اللي عدت بالماتش بالشكل ده. الماتش كله ما فيهوش غير انذار واحد للاعتراض في حاله بتاعت ركله الجزاء، يعني كان الانذار على الاعتراض مش على الحاله نفسها. جميل. لا الطاقم اعتقد ان هو نجح كويس في الماتش. الماتش برضه صعب، نتيجته بتصعب الامور على الحكم. الماتش فيه كميه جري كتير. لا انا شايف ان الطاقم كله النهارده كانوا موفقين في اداره المباراه، ويا ريت الكابتن شريف يتفق معايا في الكلام ده هو والشيخ ربيع.
طبعا والله هم احنا متفقين معاك في كل حاجه. الكباتن بيتكلموا فعلا الا ضربه الجزاء بتاع الماتش اللي فات وانت عارف احنا سيبناه ليك يعني. تمام ربنا يكرمك يا كابتن فاروق. قول يا كابتن شريف. يا كابتن ياسر حبيبي. يا كابتن شريف زعلان مني؟ انت زعلان مني؟ لا 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 خالص ما اقدرش. ده ضربه الجزاء بتاعت الراجل بايده يا كابتن ياسر الماتش اللي فات دي ما فيهاش حوار. المره اللي فاتت لما انا ما فيهاش حوار يا كابتن ياسر. في الطيارات وفي الصواريخ. طيب كابتن ياسر انا بشكرك طبعا حكمنا الدوري السابق كابتن ياسر طبعا. بشكر الكابتن شريف وبشكر كابتن رامي. اشكرك يا فندم. والله يا كابتن بص اكيد